ترجمة بجميع اللغات وعطيني المعنى ديالها، وديك الساعة نقدر نجاوبك أنا. من حد ما عندهاش المعنى راه ما نقدرش نجاوبك، لأن اليوم تنسمعوا بأن خليو تيسال العام في الفروق المغربية، سال العام ونحاسبوا شكون المحاسبة. أنا المسؤول، أنا الغلطان، عطيت أنا الغلطان ماشي أنت. راه ما كاينش عويج اللي تتسبعوا تسبع وراه ما عندوش الحلول. شوف البطولة سالات، ما عندناش نحاسبوا في والي، ما عندناش نحاسبوا. كنا نحاسبوا قبل، كنا نتناقشوا معاه قبل، كنا نجلسوا معاه قبل. اما دابا برافو على الوالد، برافو على اللاعبين، داروا مجهود اللي قدوا عليه. لاعبين جاو ضحاو وضاربوا ومشوا بحال هادشي اللي خصك تقول. دابا الا جينا اليوم نبدا نجبدوا المحاسبه وغنجبدوا خصنا نتحاسبوا، ما عادش غتحاسب مع اش غتقول، اش غيقول لك واش غتقول له. ها هو المسؤول، اش غدير لي الا كان مسؤول؟ واش غنرجعوا عاوتاني لعمال جنوب افريقيا؟ واش نعاود نلعبوا كوب دافريك؟ دابا نروح الحلقه ديال خصنا نشوفوا لقدام ونتعلموا من الدروس، لان راه 60 عام وحنا تندوزوا من الدروس، من 76 حنا نفس الدروس عندنا، نفس الدروس. تيجي مدرب مغربي ولا كاوري ولا اللي بغيتي تيسالي، تيقول انا المسؤول. الله يعاونك. تيجي الاخر انا المسؤول، انا واش هذا المسؤول لقينا منه الحل؟ ما لقيناش الحل، لان اليوم لا ما تلقاش حل مادي، انا ما غيرجعش لك فلوسك وما كايناش هذه كاع في العقود، وما تلقاش حل جدري لان البطوله سالات، باقي خصك شحال ديال الوقت باش تلعب مباراه اقصائيه وتلعب كوب دافريك وتلعب وتلعب. علاش نقول هذه الهضره كلها؟ لان نورمالمون المحاسبه كانت تكون في الاول، فاش جينا مورا كوب ديمون وفاش تعطات اللائحه الاوليه تما فين كانت تكون المحاسبه، تما فين يكون النقاش، تما فين تيجلسوا الناس وحلوا المحاسبه ويتناقشوا هاد اللاعب علاش ديتي، هاد علاش ما ديتيش، هذا عنده اصابه، هذا ما عندوش اصابه، واش علاش غيزيدنا، هذا ديجي يلعب كوب دافريك عطانا والو، هذا راه حنايا هاد اللاعبين تهضر عليهم ترى جبنا احسن منهم وكانوا عندنا ونفس نفس الكاليتي اللي عندهم، جبناهم اوروبا فرق مقلعين، كانوا مقلعين في فرق ديالهم وجبناهم ولكن ما نجحناش معاهم. نفس الشيء مع هاد اللاعبين، واش انت متيقن بان هاد اللاعب غيعطيوك؟ واش شفتهم بطوله مباريات افريقيه؟ واش ديك الساعه نقدروا نقولوا نلقاو الحل. اما دابا راه تنقول لك نفس الموضوع اللي غنبدا ندور عليه اليوم، البارح بالليل واليوم تجبدات السيره ديال رحيمي الكرتي ديال الجيش سميتو حريمات. ونقول لك هذاك العام اللي فات هو جبد رحيمي وجبدوا واحد ثلاثه لاعبين اخرى، وقبل منها جبد رضا الرياحي وجبدوا بزاف ديال اللاعبين، وقبل منها جبد امتى جبدوا هادشي؟ تنتقصوا جبدوا هادشي، تكون واحد القصه قصيره، قصه قصيره تنبداو ندويو عليها شويه، تجي واحد المباراه شويه تقلع الفرقه وترجعوا لاش ترجعوا لنفس السيناريو اللي فشلنا فيه في جميع كؤوس افريقيا. علاش؟ اننا حنا عندنا ذاكره العصافير، ذاكره العصافير اللي عندنا باش تكون واعيين، لان العصفور تتقني ليه تتشدوش وتجي صاحبته وياكل الدوده وتتقني ليه، راه بحال اللي عندنا هنا. هذا الموضوع اللي غنهضروا عليه دابا انا استهلكته وانا عييت منه كانسان اللي شحال هذه ما كنتش داخل في ميدان الكروي، فاش بديت ثاني لاعب عشته وفاز ساليت اللي تنعيش فيه. نفس هذا الشيء تنضر عليه دابا، انا جاي قبيله وتنضر بايدها باش تنضحك بحال داير شي فيلم كوميديا. شنو تبدلوا؟ تبدلوا الاشخاص، تبدل النطق، وتبدل المذيع، وكاين المذيعين اللي باقيين هما باقيين كيعيشوا. ماذا المنتخب؟ علاش ما داش فلان؟ علاش لعب هذا؟ علاش دا 60 عام كنا نهضروا هذا الموضوع، ولكن في الاول قبل البطوله نفسهم الصحفيين هما نفسهم لعبت البطوله، لا لعب شي واحد برا. انت تقارن مثلا هذا مع هذا، تناقش معك بحال هكا تقارن، تناقش معك بحال هكا في الاول ديال السيمانه، وتيغبروا لك اللعب، تيردوا لك اللعب ديال البطوله خايب، تيردوا لك ما فهمتش، تيردوا لك في الكمل وحق الرب العام ما تقدرش تمسو، شي يجي شي واحد برا وتهضر على هذاك الشيء، تقول على اللعب ديال البطوله ما تقدرش تسلم على اللعب ديال البطوله، تيردوا ضعف من البطوله شي، خلينا نكمل هذه اللحظه، شي اضعف بطوله كاينه في افريقيا، تيردوا اللعب ديال المغرب البطوله المغربيه ضعف من ذوك البطولات كاملين. اشكون فلان ما يلعب، فلان ازرق، فلان كريت سمتي تريني به هذيك، تيردوا لك اسفل السافلين وتيدوروا اللاعبين المحترفين. اوه ما عرفتش فين تيلعب، اوه باش تلعب في ديك الفرقه خصك تنوض بكري، ولكن فاش غينوض بكري؟ غيجي يلعب في لافريك؟ راه حنا شفنا البارح